حسين المحمد، نحن الآن نتجمع في مدينة منبج على مدخل مدينة منبج الشرقي، متجهين باتجاه مدينة تل أبيض على الحدود السورية التركية. نقف جنبا إلى جانب أهالينا في تل أبيض، ونحن شمال الشرق سوريا كلنا في خندق واحد ضد أي عدوان تركي على أرضنا وعلى أهلنا وعلى شعبنا. نحن نرفض رفضا قاطعا احتلال أي شبر من أراضي سوريا من قبل تركيا قاطبة. اليوم نحن طالعين مسيرة تنديدا واستنكارا لعدو الاحتلال التركي أردوغان. هو جاي اليوم بده يسترجع مثل ما نقول تاريخه العصملي على شعبنا السوري، خاصة مناطق الفرات، شرق الفرات اللي نحن حررناها بدماء شهدائنا بآلاف الشهداء. هو اليوم جاي بده يسترجع تاريخه، ظلمه على شعب منبج وشرق الفرات كلها، ونحن ما نقبل هالتهديدات ترجع على بلدنا على سوريا. نحن حررنا سوريا بدماء شهدائنا ونحن ما نقبل هذا الشيء، ونحن كنساء سوريات نحن راح نقاوم مقاومة بطولية.